تشاهدون الآن برنامج السهم مع الدكتور مظهر شاهين. هذا البرنامج برعاية ترومان. أجهزة ترومان، التكنولوجيا الألمانية. ترومان قمة الإتقان. ريسيفر ترومان، تكييف ترومان، LCD ترومان، غسالة شفاط، مايكروويف ترومان، TV غلاية، مكواة، خلاط ترومان. ترومان قمة الإتقان. سم الإيمان انطلق، زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق صدق، كان الصدوق كان الأمين، كان الأمين. مسلم وسهم الحق الحق، عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق الحق، عالكذب والشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا بكم أحبائي المشاهدين، وهذا اللقاء الثاني من برنامج السهم. النهاردة معنا فقرات كثيرة جدا ومهمة جدا بتهم حضراتكم، والحقيقة إنها فقرات ربما تكون يعني جديدة على حضراتكم في شاشات عربية. النهاردة حوار راقي جدا مع الدكتور أحمد جويلي، ومعانا فقرات في أماكن كتيرة في مصر نتكلم عن قضية مهمة جدا جدا. عاوز أكد في أول حلقتي إن إحنا مش ضد حد ولا بنهاجم حد لمصلحة حد، إحنا هدفنا الأول والأخير مصر، هدفنا الأول والأخير حضراتكم. إحنا برنامجنا بيحاول يقضي على السلبيات ويكتر ويكبر ويأيد ويساند ويدعم الإيجابيات، علشان كده يمكن لما بتقابلنا سلبية بندوس عليها شوية، مش لغرض ان احنا نفضح مصر ولا ان احنا نبين عورات المجتمع، انما الغرض الاساسي من برنامجنا ان احنا نحاول نزيل السلبيات، نقضي على السلبيات ونكتر من الايجابيات. برنامجنا السهم هيكون معاكم في اماكن كتيرة جدا، ممكن تلاقيني معاك في بيتك او في قريتك او في يعني اي مكان انت موجود فيه، علشان خاطر احاول معاكم مع المسؤولين مع الناس اللي بيشاهدونا ان احنا نحل ولو بعض المشكلات. تعالوا نروح لفاصل قصير ونبدأ معاكم اول فقرتنا. سهم الايمان انطلق، زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق صدق. أول نقطة النهاردة مع حضراتكم المسألة أو المشكلة اللي أثيرت مؤخرا بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وإحنا كتير أكدنا على أننا جماعة بلد واحدة وأرض واحدة ونيل واحد وشعب واحد من 1400 سنة وأكتر من كده شوية. علشان كده لما بتحصل فرقعة بين المسلمين والمسيحيين بنحاول أن احنا نتكلم في الموضوع بمصداقية من غير ما ننساق وراء الأصوات اللي ربما يكون الغرض منها زعزعة أو بلبلة الاستقرار في مصر. مش عاوزين مصر تبقى عراق تانية ولا تبقى سودان تانية ولا تبقى أفغانستان تانية. الحاجة اللي عاوز أكد عليها جدا موقف الأزهر الشريف المشرف، الأزهر الشريف الذي أصدر بيانا أصدره علماء الأزهر من خلال مجمع البحوث الإسلامية، وهو بيان الحقيقة شديد اللهجة، يبين أن الأزهر قيمة وقامة، وأن الأزهر الشريف هو حامي السنة في مصر وفي العالم كله. بيان ربما أسعدني أنا شخصيا، لأنه بيّن أن الأزهر الشريف حينما يزأر تقشعر الأبدان وترتجف القلوب. أهم ما جاء في بيان الأزهر الشريف أنه أكد على حقيقة أن مصر إسلامية بنص دستورها الذي يمثل العقد الاجتماعي بين أهلها، ومن هنا كما قال الأزهر، ومن هنا فإن حقوق المواطنة التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده لنصارى نجران، والذي قرر فيه أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، هذه الحقوق مشروطة
باحترام الهوية الإسلامية وحقوق المواطنة التي نص عليها الدستور. وأكمل الأزهر في بيانه قائلا: إن العقائد الدينية للمصريين كلها خط أحمر لا يجوز المساس به من قريب أو من بعيد. وأنا مع البيان ده ليه الحقيقة خمس تعليقات سريعة. الأول: أهمية هذا البيان الصادر عن مؤسسة دينية عريقة حامية السنة في العالم كله. 2: علينا أن ننزل أو علينا أن نترك الكبار من أهل التخصص للرد على مثل هذه الأمور. مش أي حد يتكلم، مش أي حد معه ورقة وقلم أو ميكروفون يتكلم في هذه القضايا المصيرية، هذه القضايا الأممية. الكبار فقط هم الذين يتكلمون من العلماء أو من القادة. 3: علينا أن نضع في اعتبارنا ونحن نناقش مثل هذه القضايا مصالح الوطن العليا. علينا أن نضع في اعتبارنا ونحن نناقش مثل هذه القضايا المصالح العليا للوطن. 4: كان أولى بالكنيسة المصرية، كان أولى بالكنيسة المصرية وبقداسة البابا شنودة إنه يحاسب من أطلق هذه التصريحات المغرضة والتي أوضعت الكنيسة في حرج شديد. كان أولى إنهم يحاسبوا الذي صرح بهذه التصريحات بدل من إنهم يحاسبوا من رد على هذه التصريحات. 5 والأخيرة: أن هذه التصريحات أقل ما توصف به أنها غير مسؤولة وبعيدة تماما عن ما يجب أن نتحلى به كمصريين في وطن واحد. يا جماعة، الأزهر قام بدوره والكنيسة اعتذرت، فنرجو أن احنا نضع الأمور في نصابها. المسألة الثانية المهمة جدا، المسلسل اللي النهاردة شاغل بال العالم كله، العالم الإسلامي كله، وهو مسلسل يوسف الصديق اللي فيه شخص بيجسد سيدنا يوسف عليه السلام. المسلسل تقريبا بنفس القصة اللي وردت في القرآن الكريم. مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب والشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أصدروا فتوى جاء فيها أن المجمع يرفض عرض مسلسل يوسف الصديق الذي يتم فيه تجسيد شخصية سيدنا يوسف عليه السلام اعتمادا على قرار سابق للمجمع بعدم جواز تجسيد الأنبياء والرسل والعشر المبشرين بالجنة في الأعمال الفنية. رغم أنه هو قرار جميل من الأزهر ويشكر عليه، إلا أن شايف أن يجب، زي ما قلنا الأزهر من شوية كان دوره مشرف جدا في القضية اللي كانت بين المسلمين والمسيحيين، أنا بقول الأزهر يجب مش بس يصدر فتوى يحرم، يجب أن يتدخل لمنع بث أو إذاعة هذا المسلسل من على أرض مصرية أو من قناة تبث على أرض مصرية. مش بس يشجب أو يندد أو يحرم، أنا بأناشد الأزهر إن هو يقوم بدوره بمنع. هيبثوه من دولة تانية مش مشكلة، والناس هتشوفه من دولة تانية برضو مش مشكلة، لكن كونه يبث من على أرض مصر أو من على مكان موجود في مصر أو من على أمر مصري، هي ديت المشكلة. لأن الكلام ده معناه إن احنا مقرين بهذا أو إن احنا ضعفاء مش عارفين نقف قدام هذا الموضوع. وأنا أخشى ما أخشاه إنها تكون خطوة أولى، بعد كده نلاقي في مسلسل بيجسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دول أهم نقطتين حبيت أتكلم فيهم النهاردة مع حضراتكم في نقاط فوق الحروف. نرجع للاستوديو تاني بعد فاصل قصير، خليكم معنا. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق اتعرض بيك يا حاج سيد مبارك علي. منين يا حاج سيد؟ محافظة المانيا. قول لي حاج ما غالي، قول لي حاج انت بتشتري ايه بالسوق؟ كل حاجه غاليه، مفيش حاجه رخيصه.
يعني الطماطم من 9 ل 10 والخيار من 3 ل 2 الخيار العفش ورغيف العيش ب50 من ربع. قول لي انت دخلك كم في الشهر؟ دخلني 400 جنيه قاعد في عمارة معايا 8 عيال مش بيكفون. بتأكلهم ازاي؟ اما اكلهم يعني كل في الشهر يومين في الشهر لحمة. كيلو كام لحمة بتجيب؟ جايبه ب60. حد زمان انت جايب عيش منين وبكام؟ قول لي. ان 10 بجنيه و9 بجنيه كمان. انت مرتبك كام في الشهر حد زي؟ ما حصلش 400 جنيه. بتاكل قد ايه في اليوم؟ بتاكل عليك ايه؟ كم مره لحمه في الشهر؟ بتاكل على الخضار؟ ممكن مره في الشهر لحمه وممكن ما ناكلهوش، لان الكيلو ب60 جنيه ولا ب65 جنيه حرام يعني. الواحد هيجيب منين؟ الناس هتجيب منين يعني؟ في ناس غلابه كتير يعني. اما كيلو الطماطم ب6 جنيه و7 جنيه وصل 8 جنيه كيلو الطماطم، حرام يعني. مش عارف يعني الناس هتصرف منين ولا تاكل منين ولا تعيش منين يعني. الناس تعيش منين الغلابه؟ قولوا لي يا حاجة، عايشة في الغلبة ازاي اليومين دول؟ والله ما عارفين نعيشهم يا اخويا، ما فيش حاجة مكفيانا، الحاجة مولعة خالص. كل الطماطم محصل 8 جنيه والبطاطس ب5 جنيه والسكر ب5 جنيه وكل حاجة غالية. مرتبك كام يا حاج سعداوي؟ 250. 250 جنيه؟ قول لي حاج سعداوي، 250 جنيه دول ياكلوك كام يوم ويكفوك ايه؟ احنا يعني على باب الله يعني، اي حاجه رخيصه بنجيبها، بنسترخص اي حاجه رخيصه بنجيبها يعني. الطماطم ما قدرناش نتجاوب عليها دينا من نص رمضان، ما قدرناش نتجاوب على الطماطم لان الكيلو ب6 جنيه و7 جنيه و8 جنيه النهارده و8 جنيه بس ما طبخناهاش خالص والله. من نص رمضان ما طبختش لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي. امال بتاكل ايه يا حاج؟ بطاطس مسلوقه، اي حاجات خفيفه يعني، باذنجان، الحاجات الفياضه اللي من عقب السوق كده اللي بيعقب من البيعان بناخد احنا رخيص حوالي 3 جنيه ب2 جنيه على حسب يعني. كم 5 جنيه بتاخد البواقي يعني؟ يعني الباقي الفياضه، الطماطم الوحشه، اي حاجه يعني فياضه رخيصه شويه ب4 جنيه ب3 جنيه بناخدها. يعني بتاكل بواقي الطماطم البايظه يعني؟ ايوه. بقالك النهارده شهر تقريبا ما اكلتش طماطم ولا اكلت يعني اي حاجه مطبوخه؟ ما قدرناش عليها صراحه. ما بيصعبش عليك ولادك لما يكون نفسهم ياكلوا لحمه ومش قادر يجيبهم؟ اكيد بيصعب عليا، بس ما باليد حيله يعني، ما اسرق ولا انصب ولا اعمل ايه. هو انا بحاول ان انا امشي على قد ومش مكفي يعني. انا يمكن 3/4 الطاقات بتاعتي بناكل عيش لمؤاخذه اللي هو ابو الشلن كله تراب وكل حقوق، بنتحمل هعمل ايه. بس في ناس لحد دلوقتي مش قادر يجيب حتى كيلو. في ناس النهارده بتقف كده. انا حزين اللي قاف قدي راجل بيقول انا عاوز نص كيلو طماطم، وواحدة تقول أنا عاوز ربع كيلو طماطم. يعني اللي كان بياخد 2 كيلو ولا 3 كيلو جه للأمر. اللي عندها 4 5 عيال ربع كيلو طماطم يأكلها إزاي؟ بترفع إيديها وتقول يا رب إعانة كده، ياكلوا إزاي ويشربوا إزاي ما حدش يعرف يتدخل. بتاكل لحمة كل قد إيه يا حاج؟ يعني كل 4 شهور، كل يعني كل 5 شهور، كل 4 شهور بالظبط. إنهم عايشين على الفراخ يعني والهياكل. هياكل فراخ؟ يعني ايه هياكل؟ دي عظم؟ ايه العظم. بتعمل بيه ايه العظم ده؟ بنجيبه ونطبخ عليه شوربه، بنعمل شوربه عليه. وعيالك ياكلوا شوربه، يشربوا شوربه بس وهياكل عظم كده خلاص؟ طب هروح فين نسرق يعني؟ نسرق؟ ما فيش، الحكومه مش مساعدانا خالص. فين عاوزين حد يعمل لنا حتى 60 جنيه ولا 100 جنيه مساعده؟ ما فيش حد يعمل. طب لو هتوجه كلمه حق المسؤولين تقول لهم ايه؟ ما فيش إقابة ولا إدارة ولا أي حاجة. تروح التموين تلقى سكر موجود، زيت مش موجود، رز مش موجود، الرز مفكت من الكياس، وزي ما يكون بيديك حاجة بيديها لك يعني مش حياتك اللي هي. لا تروح البياع هو جشع فظيع. أقول لهم الغلا دي اللي هو غلا جامد يعني، حرام يعني، حرام صراحة الغلا ده. نقول لهم ارحمونا، عاوزين ندوق اللحمه زيكم، ناكل اللحمه زيكم، نخش على الطماطم دي نوكل عيالنا يعني بلحمه زي ما هم ما ياكلوا يعني. يرحمونا وينزل يشوفوا الاسواق، وينزل يشوفوا الحاجه الغاليه، يرحمونا شويه ويخلونا ناكل زينا زيهم. هم قاعدين على المكاتب وعندهم بلل، اقسم بالله العظيم انا ما نام وانا حاطط راسي على 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 حته خشبه يعني من الضيقه والجاره. يرحمونا ويرحم الشعب بتاعهم يعني. كل واحد مسؤول قاعد في بله ينزل يشوف الناس اللي على المكاتب، ينزل يشوف الغلابه اللي مش لاقيه تاكل. يمكن في ناس مش بتاكل خالص ولا تشرب. ده احنا جنبنا ناس ما طبختش من قبل رمضان ومش لاقيه تاكل يعني. عيش المعلم على ربهم، والمشلول والعيان امال احنا هم ندور نلف شويه زباله شويه بتاع، وما تلم روحها واخر النهار وطاوله.
انا حاسس ان انت عاوز تبكي من حامل العيشه زهقان يا حاج سعد. مش جاد مش جاد والله العظيم. صعب عليا الواد ما خدش الكتب دلوقتي. الواد ما خدش الكتب دلوقتي. عاوز 45 دينار اجيبها لها منين انا؟ كتب الدراسيه. ايوه والله ما دي خدتها الوقت. لا هو لا ولا لحمه ولا اكل ولا طماطم ولا كتب. يا باشمهندس هياكلها منين اللحمه؟ مش لما ترخص الطماطم وتبقى 2 جنيه نبقى نجيب نعمل اي حاجه دمعه كده. سم الايمان انقضى زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدى صدى. اللي انتوا شايفينه حضراتكم ده من شويه مش تمثيل. احنا صورنا في اكتر من مكان في بولاق وفي فيصل وفي مدينه الفردوس اكتوبر هنا وفي مدينه نصر صورنا. انا عايز اقول لكم حاجه. احنا واحنا داخلين السوق سوق الناس الفقراء يعني بقوا يفكروا ان المسؤولين باعتين الناس تساعد او ترخص او حاجه زي كده. فكنا نقابل بالترحاب يعني الحقونا يا جماعه يا مسؤولين مش عارفين ناكل. والاقي واحده ست كبيره في السن عندها 60 سنه وبتنقي. طبعا انا ما ينفعش اصور معاها ربما تكون هي محرجه او حاجه زي كده. لكن بتنقي مثلا من الخضار الموجود ده كله طماطمتين. والاقي واحد ماشي في رغيفين عيش وشويه فول واكلمه انتوا كام واحد يا حاج؟ يقول احنا 5 يا ابني في البيت. الناس يا جماعه كانوا يعني واحنا بنصور بنحس ان الناس ماشيه بتكلم نفسها. انا كنت اسمع زمان ما حدش بيبات من غير عشاء. لا النهارده انا متاكد ان في ناس بتبات من غير غدا ومن غير عشاء. يعني بياكل طقه في اليوم هي فطاره وغداه وعشاه. الكلام ده في مصر. في مصر الدلتا بلد النيل وبلد الزراعه وبلد ليه تغلى الطماطم وليه تغلى البطاطس والبسله بلاش الفاكهه بلاش العنب والموز والمانجا. احنا نعيش من غير عنب وموز ومانجا. لكن واحد ما ياكلش الا لحمه كل 4 شهور. الناس بتقسم لي انها من قبل رمضان. انا فيه 6 اقسمت لي ان هي من العيد الكبير اللي فات ما كانتش لحمه. اخر مره حاجه كلت لحمه امتى؟ عندها 60 سنه اكبر من كده كمان شويه. اخر يا ابني مره كلت لحمه العيد الكبير كان حد بعت لنا كيلو واحد دبح خروف ولا حاجه بعت لهم يعيشوا 12 شهر على طاقه لحمه. واللي بياكل هياكل الفراخ ده احنا في ناس في مصر بتاكل الكلاب لحوم. يعني الكلب بتاعه بياكله في اليوم 2-3 كيلو لحمه. وراجل عنده 4-5 ولاد وراجل كبير في السن بياكل هياكل فراخ يا جماعه هياكل عظم فراخ. يعني مش قادر وكمان الهياكل بكام؟ ب 8 جنيه الكيلو. يعني هيجيب نص كيلو عظم يحطهم في ميه ويشرب. حتى مش قادر يجيب. بساله بقول له حاجه بتاكل؟ قال لي يا ابني مش لما اشتري طماطم الاول ابقى اشتري لحمه. ما هي كلمه. الناس انا عايز اقول لكم رحنا حتى الاماكن الراقيه. قابلت واحد معيد في الجامعه ما رضناش نطلعه احرجنا. معيد في جامعه مرموقه جدا مرتبه مش مكفيه نص الشهر وهو عنده ولد وبنت تقريبا. وقال انا بفاتح مكتب تحفيظ قران تاني علشان احاول. انا مرتبه بيخلص يوم 15. يا جماعه احنا الموضوع غلاء الاسعار ده لازم يتحط له حل. لازم الحكومه تدعم الفقراء بفلوس ماديه. الحكومه تنزل طماطم تشتري طماطم تستورد صلصه تحل مشكله الناس. مش الطماطم بس اللحمه اللي ب 60 جنيه دي. يعني لو انا افترضت ان في واحد النهارده مرتبه 300 جنيه في الشهر ودول كتير في مصر مش قليلين. يعني ربما يكونوا الاف مؤلفه 300 جنيه في الشهر عنده ولد وبنت. ده لو اشترى كل يوم كيلو طماطم ب 8 جنيه 240 جنيه اتصرفوا على الطماطم بس. امال العيش بكام والايجار بكام والكهرباء بكام والغاز بكام ولسه مواصلات بكام وكتب دراسيه بكام؟ الناس بتكلم نفسها يا سيادة المسؤول. الناس في مصر بدأت تكلم نفسها. لازم نحط حل وحل سريع لضبط السوق وضبط الأسعار. ندعم بفلوس نجيب تموين نوزعه. مفيش مانع نستورد صلصة نحطها على التموين إضافي. مش لازم يعني كل حاجة بالظبط. ما نزود شوية في الحاجات دي للفقراء يعيشوا. حرام عليكم. ارحموا الناس شوية. الناس في مدينة نصر تعبانة. امال اللي في بولاق وفي امبابه وفي المطريه والناس اللي مرتباتها 300 400 جنيه يعيشوا ازاي؟ يسرقهم ولا يباتوا من غير اكل بقى ولا يموتوا ولا يرموا نفسهم في النيل ولا تحت القطر؟ المساله محتاجه حل فوري. على فكره احنا ما عرضناش كل الحاجات. كان فيه ناس ناقص لها شويه وتطلع من هدومها.
كان في ناس بتصرخ واحنا بنصور، كان في ستات يعني مش عايز اقول لكم بتعمل ايه لما بنجيب سيره الغلا والفلوس وكده، كانت بتعيط. والارض الزراعيه سمعنا عن توشكا، وسمعنا عن غرب مش عارف ايه، وسمعنا عن ارض في التحرير، وسمعنا عن استصلاح اراضي. هي فين الكلام ده؟ هو احنا استصلحنا الاراضي عشان نزرعها كنتالوب وعنب يا جماعه؟ هو الفقير ده هياكل عنقود عنب هو وعياله مثلا ولا كنتالوب؟ لازم يكون في تدخل جبري من الحكومه، يكون في مساحه للغذاء، للطماطم، للفاصوليا، للوبيا، لازم الحكومه تربي مواشي تدعم اللحمه. الفقير يلاقي كيلو لحمه ب 10 جنيه و5 جنيه و7 جنيه زي زمان عشان ياكل. لما مصر بلد النيل والارض والدلتا، الغلا ده موجود فيها والناس مش عارفه تاكل، امال الدول التانية تعمل ايه؟ والمساله معكوسه، الدول اللي ما عندهاش عنب وزراعه وما عندهاش ارض الاسعار رخيصه، والدول اللي عندها كل الارض وكل الامكانيات الاسعار مولعه. تسال المسؤول يقول لك ظروف عالميه، يقول لك كل الدول فيها غلا، بس كل الدول دخلها كبير، مش كل الدول زي مصر في الدخل. احنا بنتكلم حبا في مصر، مش عاوزين الشعب مش ناقص، مش عاوزين ثوره الجياع زي ما بنسمع عنها. تعالوا نشوف بقى الدكتور احمد جويري لما سالناه عن المشكله قال ايه، وانا اتعمدت الدكتور احمد جويري لانه خارج المنصب يعني يمكن يتكلم بشيء من الحريه شويه، لكن لو حد في المنصب يمكن كلامه ممكن يكون صادق في كلامه، بس انتوا حضراتكم تقولوا عشان هو في الحكم او عشان هو في السلطه بيجمل الكلام او ما الى ذلك. الدكتور احمد جويل عملنا معاه حوار، وضع بعض الحلول وبص للمسائل لبعض النقاط من زوايا خاصه، نشوف هو قال ايه ونرجع لكم تاني بعد فاصل ان شاء الله. سم الايمان انطلع زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدر. اهلا بكم في نحو الهدف. النهارده هنتكلم في قضيه مهمه جدا بتهم كل مواطن، كل واحد النهارده بيشتكي من هذا الموضوع. اللحمه بكيلو ب 60 جنيه، الفراخ الكيلو ب 25 جنيه، السمك ب 20 جنيه، الخضار حتى الطماطم الكيلو ب 9 جنيه، والبسله الكيلو ب 10 جنيه، والعنب ب 10 جنيه، والموز ب 10 و15 و20 جنيه، حاجه صعبه جدا. لما فكرنا في قناه الرحمه في برنامج السهم نعيش املكم ونعيش مشاكلكم ونعيش مشكله الغلاء، قلنا يا ترى مين الشخصيه اللي تكون معانا في هذا الموضوع عشان تتكلم. لقينا ان الشخصيه المهمه جدا لها مصداقية عالية جدا وعاشت هذه المشكلة وأوجدت حلول إيجابية قبل كده لهذه المشكلة، كان محافظ لدمياط والإسماعيلية، وزير للتموين والتجارة الداخلية، ثم وزير للتجارة والتموين، ثم أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. عاش مشكلات كثيرة ووضع حلول كثيرة، أكيد هيفيدنا في هذا الموضوع. أستاذنا الدكتور معالي الوزير سابقا الدكتور احمد جويلي، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا دكتور، اهلا وسهلا. وحشنا والمشاهدين في شوق اليك. اهلا وسهلا يا فندم، وانا نفس الشرف. دكتور جويلي، وبدون مقدمات، حضرتك شايف مصر ازاي؟ انا شايف مصر فيها امكانيات طيبه للتقدم، محتاجه بناء جهد اكبر وتتحسن الظروف. يعني مصر امكانياتها كويسه جدا يعني. رغم الغلاء اللي احنا فيه دكتور، رغم المشكلات، لا دلوقتي ممكن يبقى غالي وبكره يبقى ارخص يعني، والسنه الجايه يبقى ارخص. دكتور جويلي، حضرتك قلت لي ان في بدايه حياتك كان مرتبك 43 جنيه وايجار الشقه 25 جنيه، يعني كان الايجار نص المرتب كان الواحد يقدر يعيش. النهارده الايجار 1000 جنيه ومرتب 300 جنيه، يعني مفيش امل. الشاب شايف انه لو اشتغل وقعد 20 سنه يحوش مش هيعرف ولا يجيب شقه ولا يجيب عربيه، في الدنيا عنده سودة. هنقول ايه في المشكله وتقول ايه للشباب في المشكله دي؟ يعني هو طبعا يعني الـ 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 السنه دي بالذات يعني ظروف الاسعار تطورت بشكل كبير جدا يعني خاصه في الشهور الاخيره يعني. الخضار والفاكهه واللحوم والاسماك زي ما حضرتك بتقول يعني، السلع الغذائيه كلها يعني. وده بيرجع طبعا لعده اسباب. السبب الاولاني طبعا ان هو بعض هذه السلع بتتحرك مع السعر العالمي، يعني اللي تبقى مرتبطه بالسعر العالمي بتتحرك معها. سعر السكر زاد بره بينعكس طبعا على الداخل، خاصه السلع اللي انت بتستورد منها كميات كبيره يعني. فيه حاجات بتتاثر بالظروف الجويه والمناخيه زي الخضار والفاكهه، يعني زي ما حضرتك قلت مثلا طماطم بكذا وصل 8 جنيه 9 جنيه، يعني ده في موسم مواسم
بعد الموسم لما ينتهي يعني الأسعار تستريح شوية. بس الناس ما تاكلش الموسم ده يعني؟ لا. يعني الفقير اللي مرتبه 200-300 جنيه ده واللحمة بقت ب60 أنا فاكر نفس الظروف دي حصلت معايا سنة 94-95 أول ما كنت وزير تموين. والطماطم بالفعل زاد سعرها يعني بقى كان يومها 4 جنيه أقصاها كان 4 جنيه. كانت حاجة عالية طبعا جدا بالنسبة لي. كان غالية جدا وكانت الناس بتصرخ وصوت يعني طماطم الطماطم يعني ماذا فعلت؟ يعني اللي حصل ان انا طبعا اجتمعت بناس كثيره جدا كنت بجتمع بالناس انا اخش في الموضوع يعني وفي نفس الوقت طبعا ابتديت ان انا ازود كميه الصلصه اللي جايه من بره عالجت بالصلصه الصلصه على اساس ان هو المصريين بيستخدموا الطماطم بالذات في الطبيخ طبعا في المسبك والحاجات لازم تقليه عشان الناس وكنت دايما اضحك مع الناس ومع الناس كنت يعني الناس بتاخد الطماطم الطازه دي اللي مغذيه اللي فيها المواد الغذائيه وبعدين تحطها وبعدين تسبكها لغايه ما تعدمها العافيه تروح منها كل المواد الغذائيه بتاعتها وبعدين التسبيك ذاته مضر للصحه كفايه اللون هم عايزين اللون بس يعني يا دكتور لو حصدنا المشكله او حبينا نقول اسباب المشكله هل هي ضعف رقابه ولا تدخلات خارجية ولا ان الشعب نفسه كسول مفيش انتاج كويس ولا ان السوق الحر ومشاكل السوق الحر اللي يشتري يشتري واللي يبيع يبيع وكل واحد يسعر حسب ما هو عاوز والدنيا كده هنعمل ايه؟ هي المشكلة الطماطم طبعا سلعة محلية يعني سلعة محلية لا بتصورش طماطم يعني طاز فيعني هي المشكلة محلية ان سعرها زاد يعني هنقول بسعر اعلامي اللي اثر عليها ولا حاجة طب وسكر يعني والاسمنت سكر واسمنت وحديد وعد الحد ونجارة وادوات سباكة وادوات يعني كهربائية بالنسبة للطماطم طبعا سهل ان انت تحلها من انت تخلي مصانع الصلصة ان هي تزود كمية الصلصة اللي في السوق نوجد بدائل وإذا ما كنتش تقدر توفرها بسرعة ممكن تستورد صلصة تمام استوردها من دول حواليك من تونس من اليونان من بلاد كثيرة يعني طب والرقابة أخبارها إيه؟ الرقابة مفروض إن هي الرقابة الناس خدت العرض والطلب إن هو يعني معناها ما دام السلعة عرض وطلب يعني معناها ما يجيش ما خالص وده خطأ يعني ده مين اللي خد كده؟ الناس المستهلكة ولا الحكومة؟ كله تمول ان المشكله مش في الناس الناس تفهم زي ما تفهم الحكومه هل فهمت الحكومه فعلا ان السوق الحره معناها ان اللي بيبيع يبيع بمزاجه ويشتري بمزاجه ولا سيادتك شايف ان لا يجب يكون مع السوق الحره رقابه موجوده برضو من الحكومه كنا ايام كنت وزير تموين كنت عامل شعار السوق الحره لا تعني الفوضى السوق الحره لا تعني الفوضى مش من مزاجك يبقى معاك حاجه يعني النهارده ب5 تبيعها السوق حصل في عجز تبيعها ب10 تبيعها ب15 لا سمي الايمان انطلق ساعتك بشتغل سواق على عربيه نص نقل هنا وبالنسبه للطماطم اسعار غاليه العاديه بتصل لحد 120 130 جنيه هنا يعني كيلو بره بيوصل ل 8 جنيه و10 جنيه فساعتك يوم يعني اليوم بيطلع له على العربيه كام 30-40 جنيه طب يصرف ايه طب يودي العيال المدرسه ازاي طب يمشي ازاي طب يدفع قسط منين حاجه سيادتك غاليه يعني وبعدين هنا غاليه من الاساس فطبعا برضو الناس الغلابه كتار بره عايزين نرحم عشان الناس الغلابه اللي هم بره نرحمهم شويه يعني في الاسعار او الحاجه دي او الفقير يمشي وياكل يعني مش ممكن بقى ب7 جنيه يا باشا هنعمل ايه والوقت المعاش غالي والواحد فينا بيشتغل ب20-30 جنيه طب يصرف على البيت ولا يصرف على العيال في المدارس ولا ناكل ولا نشرب وحالتنا بقت تعبانه قوي سعادتك والمعاش بقت وحشه قوي يعني لو انا جيت لسيادتك في نقطه مثلا الشاب النهارده اللي بيفكر يعني يشتغل ويتجوز والى اخره هل النهارده ممكن يتحقق في يوم من الايام وامتى هيتحقق ده ان الشاب لما يتوظف يبقى عنده امكانيه ان هو يدفع ايجار شقه بلاش حتى يشتري شقه يدفع ايجار شقه ويعيش في بيت مستور هو ومراته واولاده هل ده ممكن يتحقق دلوقتي دكتور جويلي ولا بعد ايه لو انت خدتها دلوقتي ما تحققش طبعا انما هي الدوله بتوائم ما بين مع عرض والطلب يعني يعني عارفه طبعا الموظفين حدود كذا الاسكان اللي بتعمله بيبقى جزء منه مدعم
بيبقى مستريح شويه يعني بقدر الاستطاعه يعني. هو يعني عشان نكون عمليين برضو, انا مش بهاجم لقصد الهجوم. لا يعني انا عارف في ايجابيات موجوده. يعني انت لو خدت مثلا قلت لو الدوله طلعت خالص من السوق وجت حاجه زي الدعم, لغت الدعم واسره في اليوم بتاكل مثلا عيش بس, عيش بتاكل ثلاث افراد خمس افراد مثلا متوسط على حجم الاسره, بثلاث رغيف يبقى 15 رغيف. الرغيف بنص جنيه دلوقتي, 15 ربع جنيه. 15 رغيف, 15 رغيف بتشتريهم بكام؟ لو بربع جنيه, لا بخمس ساغ. لو بخمس ساغ يبقى جنيه ونص. 15 رغيف بجنيه وربع ولا كام؟ 75 قرش. 75 قرش, انا ضعيف الحساب شويه معلش. 75 قرش. لو انت شلت الدعم, الرغيف ده ممكن يصل الى قيمته الى 25 قرش الرغيف الواحد او 5 ساغ ده, يبقى ربع جنيه. ربع جنيه, فخد بقى 15 رغيف في ربع جنيه. شوف الفرق السعر على ايه قد ايه. 3.75 3 جنيه 75 من 75 قرش يعني 3 جنيه زياده. المواطن يتحمل 3 جنيه في اليوم زياده. فهو هنا في موائمه يعني, في الدعم بتمده في سلك. احنا بنتكلم لو 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 ده بالفعل لسه ما حصلش, لكن حصل ان فيه النهارده مناطق فيها الرغيف بنص جنيه. سمي الايمان انطلع. يا معلم مجد, انت مغلي العيش على الناس ليه؟ مغلي يا باشا سعادتك, ايجار غالي, ارتفاعه جامد هنا في المنطقه, اسعار غاليه بالنسبه لايجار المحل, يعمل له 4000 5000 جنيه وزيادات يعني سنويه بتزيد علينا برضو, واجر العمال اللي عامل بياخد على الشكاره 15 جنيه, الصناعي بياخد 25 جنيه. انا شايفك فاتح محل في سوق عادي, يعني سوق عادي في منطقه عاديه. ماشي, بس ازاي 4000 جنيه ايجار المحل؟ ايجار المحل اللي غالي 4000 جنيه. 4000 جنيه المستثمرين المكان هم اللي رافعين كده, مفيش حد بيحاسب حد. وهو ارتفاع المحل يخليك تغلي العيش يعني؟ طب ما هعمل مش الرغيف ده مش سعر من الحكومه؟ لا, انا بجيب دعم على حساب انا من المطاحن, مطحن ابو رواش, مطحن المصريه, مطحن فلاور اهرام. الرغيف ده بكام؟ الرغيف ده بنص جنيه. وهو الحكومه قال لك تبيعه بكام؟ هو المفروض ده المفروض ان هو يتباع يعني اصغر من ده بقى. اصغر من ده ربع جنيه. اصغر من ده ايه؟ ده اصغر من ده بربع جنيه. اصغر من ده بربع جنيه. طيب على الوضع اللي احنا فيه ده ده بنص جنيه. طب لان طن الدقيق ب 3000 و2000 ونص بيصل لنا هنا. ما بنعرفش احنا, ما بنعرفش ده يتباع بربع جنيه. نص ده يعني يبقى ربع ده, النص ده بربع جنيه. سعادتك في مخابز ثانيه انت لو تروح برضو وتشوف هتلاقي الرغيف قد كده وبربع جنيه اصغر من كده. هو ده بيصنفوه ايه, بلدي ولا شامي ولا؟ لا ده زيرو. ده زيرو ده اسمه زيرو. بس نص زيرو. يعني المدرس اللي مرتبه 300 جنيه في الشهر لو جاب منك كل يوم 10 رغيفه ب 5 جنيه يبقى 150 جنيه. والله الله يساعده يعني على الايام اللي احنا فيها ديت. يعني الحياه صعبه 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 صعبه. طب ما الحكومه غصب عنا. الحكومه بتقول انها مسعره العيش, عندها المفروض تبيعه بربع جنيه. ماشي, مسعره للناس اللي هي نازل لها الدعم الشكاره ب 8 جنيه و 16 جنيه من الكيلو. انت بتشتريها بكام الشكاره؟ انا الشكاره واقفه عليا ب 140 جنيه. ليه بتشتريها بالحكومه ولا من السوق السود؟ لا من السوق السود. سمي الايمان انطلق. بمناسبه الاكتفاء الذاتي يا دكتور, انا رايي مخالف لراي حضرتك في الموضوع وانا عارف كويس. انا شايف ان يجب ان يكون هناك اكتفاء ذاتي في بعض السلع الاستراتيجيه زي القمح, وسيادتك قلت لي قبل كده ان مش لازم يكون فيه اكتفاء ذاتي, وان احنا ممكن نستورد هذه السلع من الخارج طالما متوفره. وانا ما زلت مصر ان وجهه نظري انا ان لازم يكون في اكتفاء ذاتي من القمح حتى لا تتكرر ماساه القمح المسرطن وما الى ذلك. هل سيادتك لا زلت على موقفك ان مش مشكله ان احنا نزرع قمح ويبقى في اكتفاء ذاتي من القمح؟ يعني هو تزرع قمح عندما يكون المنفعه بتاعتك يعني محقق. هي انت تزرع قمح ليه؟ عشان اعمل دقيق. عشان توكل الناس. وبعدين بتنتجه محلي عشان تأمن ضد المخاطر. تمام. مخاطر ايه بقى؟ لسه نفسنا ايه المخاطر؟ مخاطر القمح المسرطن. مخاطر المسرطن ده كلمة عامة, كلمة لا, واللي اتعمل في مجلس الشعب ده دكتور, والكميات اللي اتمسكت مسرطنة. كلمة سياسية مسرطنة دي. طب تختار لها كلمة ايه حضرتك؟ القمح الغير صالح؟
صالح للسلك خلاص. طب غير صالح ما هتساوي في النهايه قمح فاسد. مش مسرطن. مش مسرطن، قمح فاسد وخلاص. قمح البهايم ما ينفعش تاكله وبياكله الانسان. ثانيه انت بص، القمح بقى القمح ما فيش مشكله فنيه في ان مصر تكتفي ذاتيا من القمح، مشكله فنيه. انت عندك بتزرع حوالي 8 مليون فدان. 8 مليون فدان انت محتاج كله استهلاكك 14 مليون طن. 14 مليون طن على 3 فدان بيجيب 3 طن تقريبا او اقل شويه. يطلع محتاج ايه؟ محتاج مثلا 4 مليون فدان. 4 مليون فدان، انت عندك 8 مليون فدان، ممكن تزرع 4 مليون فدان. طب اذا كان 8 مليون فدان ثلاث ارباعهم النهارده فاكهه عنب وكنتالوب وموز يعني في حاجات تانية موجود. الارض ذاتها بتتنافس عليها، مش لها بحماس. قمح ورز وفاكهه وخضار، كل الحاجات ورسيم. سيادتك توليت في وقت الهي دي الناس فاكره ان الايه الاكتفاء الذاتي ده مطلق. الذاتي ده بينفيتس وكوستس. يا دكتور احنا ممكن نستغنى عن الفاكهه، يعني انا ممكن استغنى عن الكنتالوب والعنب والفاكهه والخضار والحاجات دي، لكن ما اقدرش استغنى عن القمح. يعني لازم يكون في قمح. انا ما يبقى عندي عنب وبصدره، ممكن اجيب قمح كتير، يعني ممكن اجيب اكل من بره. يعني لازلت على موقفك انها مش قضيه استراتيجيه؟ لا، هي قضيه اقتصاديه يعني. استراتيجيه اقتصاديه في المقام الاول، يعني لابد ان انا اوازنها مظبوط واقول الى اي حد ان انا اامن نفسي من الانتاج المحلي. امال كان الامل في مشروع توشكا كان ايه؟ يعني كان الامل ان ازرع توشكا ده عنب وكنتالوب وموز وكوافه، ولا ان ازرع توشكا توشكي؟ هي توشكي ولا توشكا الاول؟ توشكي وتصدره، وتصدر الحاجات دي كلها. ما هو التصدير ده ما انا مش مضمونوش. ليه؟ ما انا ممكن يجي لي الدول تعمل عني مقاطعه في الاستيراد بتاعي. ممكن تقول لك ده غير صالح للاستهلاك الادامي، هم بيكشفوا على الحاجه 100 مره وبيدققوا قوي ازاي حرقنا كده. اهو بدخل تعملها كويس يعني. طب سيادتك ليه يعني ما استمرتش في موضوع توشكي؟ سيادتك كنت مشرف على المشروع تقريبا حسب علمي. انا قعدت لسنه تقريبا 2002 يعني، وكان التفاهم مع الشركه ان انا يعني انا في وقتها كنت ترشحت لمجلس الوحده الاقتصاديه. عندما اتسلم مجلس الوحده الاقتصاديه يبقى ان انا حاسب الشركه، انا ما اقدرش اشيل الاثنين يعني. يعني الان دلوقتي نتكلم النهارده، فيه امل في توشكي؟ يعني المشروع ده ممكن يكون فيه امل، ممكن يحقق الرخاء لمصر، ممكن نعيش في يوم من الايام وعندنا السلع والخضروات والفاكهه ونلاقي كل حاجه رخيصه في السوق ونعيش كويسين في حياتنا؟ يعني هو اولا مشروع مساحته 450 ألف فدان، مش حاجة صغيرة يعني. يعني تقريبا بقد 3 محافظات من محافظات الدلتا يعني. يعني مصر 450 ألف فدان هتزرعهم بفاكهة وخضار ومحاصيل مختلفة وإنتاج حيواني. مش لاوت زرع يا دكتور، لاوت زرع. زرع محتاج. الخبراء بيقولوا اولا الجو ما ينفعش، ليه؟ في نسبه فخر عاليه جدا، وبيقولوا ان تنقل كونك تنقل عماله الى هناك وتستقر هناك في هذا الجو الحر جدا دي مساله مكلفه. مش حر زي القاهره. وهناك حلول اخرى مطروحه، ان احنا نعمر الوادي ونعمر التحرير الصحراء اللي محتاجه بس ترع بسيطه عشان تزرع، وبتكلفه بسيطه واقل. انت حطيت فلوس في توشكا يعني، في محطات رفع ميه، في ترع رئيسيه، في طرق، في انفراستراكشر. فيعني كونك ان انت تنقل دي كان من تصلح اماكن اخرى قد يكون وارد قبل ما تبدا في توشكي. يعني سيادتك كنت مع ان احنا نصلح اماكن اخرى قبل ما نبدا في توشكي خالص؟ لا يعني انت يعني سياسه طالما جت رجلينا خلاص نكمل؟ لا. ولا ايه بالظبط؟ في رجليك ان هو مشروع اقتصادي ولا مش اقتصادي؟ يعني هل هو مشروع مفيد للدوله ولا مش مفيد للدوله؟ مفيد لصاحبه ولا مش مفيد لصاحبه؟ يا دكتور احنا رحنا بني سويف شفنا ما لا عين رأت. يعني سمعنا كتير عن الفقر وقرينا كتير عن الفقر وشفنا كتير في الفقر. اللي شفناه في بني سويف ده مش ممكن، يعني مش هتصدقوا الا اذا شفتوا. ناس عايشه في بيوت من غير سقف، من غير حمامات، من غير ادوات طبيخ، من غير سراير، فرشه على الارض ونايمه بحصيره وعليها بطانيه قديمه، لا ابواب ولا شبابيك،
مفيش غير كسرة خبز يعني ربنا يكرمنا كده الحيوان يعف عن أكلها. الحل في دولة إيه؟ نعمل إيه؟ الحكومة تقدم إيه؟ ولا رجال الأعمال يعملوا إيه؟ نحل مشكلة الناس إزاي يا دكتور جويل؟ زكاة المال يعني لو المسلمين طلعوا الزكاة بتاعتهم من الممكن إن هي تتم تخلق يعني الفقر ده ينتهي من الحل بزكاة المال. زكاة المال وزكاة المال تحطها في أصول منتجة ما تدهاش حاجات استهلاكية. يعني أجيب لواحد لمغزة مثلا جاموسة أو أشتري له مثلا مشروع معين يستثمره مهارة عنده أنميها إذا كان عنده مهارة أنميها وأساعده أنه هو يسوق حاجته. وده في تجارب كثيرة اتعملت يعني إن مش ما تمشيش على النمط أن أنت تاخد زكاة مال وتديها أكل وهدوم وحاجات من ده تنتهي في 15 وخلاص. بس ده وارد برضو جزء يعني أنا مش هسيبه من غير هدوم يعني أخلي جزء كده وأخلي جزء تاني بقى أن أنا أستثمره بشكل إنتاجي. يعني الزكاة مفروض أن توجه إلى يعني طبعا مساعدة في كل الاتجاهات إنما في نفس الوقت طبعا أن أنت توجهها إلى يعني ما يديله دعم منتظم في حياته. طب أنت تفضل أن تكون الزكوات بشكل فردي يعني أنا كصاحب رأس مال أروح أنا أدور على الفقير أديله بشكل بنفسي ولا بشكل مؤسسي أن يكون في مؤسسات تجمع هذه الأموال وتنفقها على الفقراء؟ سيادتك مع أي الاتجاهين، مع الشكل الفردي ولا مع المؤسسي؟ والله كل أنواع الزكاة سواء الفردي أو الجماعي يعني كلها طبعا واجبة ومفيدة. يكون الانفاق ده بشكل مؤسسي ولا بشكل فردي دكتور كويل؟ يعني بشكل مؤسسي. أنا أفضل يبقى بشكل مؤسسي. يتبع مين؟ يتبع أي جهة تقوم. هو الميزة بتاعت الشكل المؤسسي إن هو يبقى معها أموال كتيرة كبيرة ممكن تعمل بها مشروعات كبيرة تنفع الناس أكثر. عاد تحبها تتبع الدولة وتخضع للرقابة. وتخضع للرقابة. بس الناس تقول لك ممكن تقول لك تاني زي هيحسبوها ضرائب. الناس هيحسبوها ضرائب يقول لك بيجمعوا ضرائب تاني. من أيام الرسول يعني لفترات طويلة جدا كان بيت المال شغال يعني بيت المال هو اللي كان بياخد الزكاة يعني سيادتك شايف إن الحل الآن في بيت المال يوجد بيت المال عشان يحل مشكلة الفقراء والمسلمين؟ بيت المال بيت المال وده حل يعني موجود في طول العصور الإسلامية يعني. فيعني في الخلفاء الراشدين وفي الدولة الأموية كان موجود وكان في الدولة العباسية كان موجود وأعتقد بعد كده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعني في سنة قاعد يبحث على حد فقير ياخد زكاة ملقاش. إذن فكرة بيت المال حل مؤسسي وجماعي وقد يحل مشكلات لناس كتيرة جدا. يجمع الفلوس ويستخدمها. احنا في العنق يا دكتور بقالنا فترة طويلة قوي في عنق الزجاجة وعايشين على أمل ان احنا في يوم من الأيام نطلع من العنق ده. هنفضل جوه كتير ولا هنتقربت نطلع؟ هنطلع قريب ولا إلى أن يشاء الله؟ خليك الأمل في الله يعني الأمل في الله دايما يعني الواحد لابد أن هو ينظر للمستقبل والمسلم عليه أن يتفائل مش يتشائم. يعني بحط الهدف الأول اللي هو التفاؤل وإنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب. فيعني هي إن شاء الله ربنا يفركها وتبقى كويس إن شاء الله. بس علينا نحن نشتغل ونفكر وزي أنا كنت أقول دايما يعني الفقر ليس فقر الإمكانية ولكن الفقر فقر الفكر. يعني الفكر هو اللي بينظم كل حاجة. انت شايف الان ان في فقر فكر في المجتمع؟ ادارة الاعمال يعني مش موجود؟ لا. او مش موجود بشكل كما ينبغي ان يكون؟ الفكر بقى مشتت احيانا او متضارب احيانا مش دوري مش نحو الهدف زي البرنامج بتاعكم. دكتور بصراحة كده هل هناك بعض المسؤولين اللي بيفضلوا المصلحة الشخصية على المصلحة العامة؟ يعني من خلال عمل سيادتك محافظ ووزير وامين الحياة دي كلها الرحلة دي كلها شفت ان هناك مسؤولين بيفضلوا مصلحتهم الشخصية على مصلحتهم العامة؟ يعني الانسان انسان يعني الانسان انسان يعني من ممكن ان انسان يعمل شوية لمصلحته الشخصية
ممكن إنسان تاني يعمل كل وقته أو كل جهد يبذله لمجال شخصية. بس لما بتكون مصلحة شخصية وهو مسؤول بتبقى مصيبة دكتور جويلي. مصيبة مادية يعني. ما فيش إنسان متجرد يعني. وفي ناس محترمة. ما فيش إنسان متجرد كامل يعني. هتلاقي خلطة من الناس يعني. وفي ناس إيجابياته أكتر شوية يعني برضه ده موجود وده موجود عشان ما تبقاش دايما متشائمين وسلبيين. فيه ده وفيه ده. سليم دكتور سمعنا كتير قوي على السوق العربية المشتركة. هو هيفضل حلم؟ هنفضل عمرنا طول عمرنا نحلم إن احنا يكون فيه سوق مشتركة وإحنا أرض واحدة ودولة واحدة وعالم واحد ولغة واحدة ما فيش بيننا حدود وبيننا وبين بعضنا كدول إسلامية؟ ومع ذلك لم يتحقق هذا الأمل حتى الآن، وأنت منوط أو كنت منوطا بتحقيق هذا الأمل وأنت أمين عام لمجلس الاقتصادي العربي الوحدة الاقتصادية العربية. متى ستحقق هذا الأمل؟ هو بداية أنا السؤال مهم يعني. السوق المشترك يعني معناها أن أنت بتاخد دول مع بعض تدخلها جوا بعضيها يعني بتبقى دولتين مثلا في النائب ودولة واحدة بقوانينهم بتوجهاتهم بسياساتهم كل دولة واحدة. ده السوق المشترك يعني. احنا بدينا المسيره دي من فتره من 10 سنين سيادتك من 2010 سنه 2005 انجزنا اول مرحله اللي هي مرحله ايه؟ مرحله التجاره الحره بين البلاد العربيه يعني اصبحت السلع العربيه بتنتقل بين الدول العربيه بلا جمارك. الان كويس ده اول خطوه في المؤتمر الاقتصادي الاخير في الكويت السنه اللي فاتت اتخذت خطوة الانتقال للمرحله الثانيه اللي تبقى ده من 2010 ل 2015 اللي هي بقى خطوه ايه؟ خطوه الاتحاد الجمركي العربي. الجمركي العربي يعني معناها ان الدول تاخد سياسه واحده تجاه الاخرين. بمعنى الجمرك هو موحد يعني 10% على السلع الفلانيه او يعني بمعنى ايه؟ جمارك جوه بتبقى موحده وبعدين كل دوله بتعامل الدولة خارج الإطار بتاع العربي بنفس المعاملة. افترض أن استوردت مثلا سيارات من الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية استوردتها، مصر استوردتها، العراق استوردتها، كله بيدفع بيحدد نفس الجمرك. يعني احنا بنصنف كأننا مشتري واحد. نعم الدول كلها بتصنف كأننا مشتري واحد. دكتور سهم هتضرب بيه حاجة معينة أو سلبية معينة في مصر، هتبقى إيه هي السلبية دي؟ الكسل تضيع الوقت فيما لا يفيد. لو في سلبية سيادتك كنت شايفها في نفسك وهتلقي فيها سهم، هتبقى هي ايه؟ مجاملة زائدة. ولو هتوجه سهم للحكومة هتوجهه في ايه؟ عدم الاكتراس. يعني ايه عدم الاكتراس؟ على مفترض بشكل الناس. يعني انت عاوز تهتم بشكل الناس اكتر. نعم. دكتور جولاي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا على حضورك معنا برنامج السهم. شكرا دكتور. ودايما دعا هدينا بحضرتك بتكون دايما رجل مضياف ومحترم وصريح وتقول الحق. شكرا دكتور. شكرا جزيلا، نلتقي على خير. سعادة. الشكر لكم موصول احبائي المشاهدين على هذا اللقاء، ونعود للاستوديو لنستكمل باقي الفقرات. خليكم معنا. سهم الايمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق. حوار الدكتور جويلي نستفيد منه بعض النقاط. النقطة الأولى تأكيده على أن حل المشكلة قد يكون في إنشاء أو إيجاد بيت المال، دفع الزكاة، بمعنى أن الغني يدفع زكاة ماله، يكون في مؤسسة لكن مؤسسة محترمة، مؤسسة فيها مصداقية، مؤسسة همها الأول الفقير والمحتاج الأرملة واليتيم والمسكين اللي مش لاقي ياكل، تجمع من الناس الزكاة وتصرف على الفقراء من مصر. وأنا أثق أن الأغنياء لو أخرجوا زكاة مالهم مش هتلاقي فقير واحد في مصر، لكن ممكن يكون السبب إما أن الغني ما عندوش ثقة في حد، إما أن ما فيش مؤسسة بتشجع الغني أساسا على أنه يطلع الزكاة ويشوف إيجابيات هذه الزكاة بعد ذلك ويشوف ثمرة الزكاة بتاعته عملت إيه، وإما إن فيه بعض الناس ما بيطلعوش أساسا زكاة المال، وفي بعض الناس برضو عاوز يطلع بس مش عارف يوديها فين ولا يديها لمين، فممكن يديها لجهة
هذه الجهة عندها في البنوك ملايين الجنيهات، الملايين موجودة في البنك والفقير مش لاقي يأكل، طب هنعمل ايه؟ والغني برضو تاني سنة يطلع الزكاة بتاعته لجهة معينة بشيك أو بإيصال أو بتحويل أو ما إلى ذلك، وتتراكم الأموال والنقود والملايين في البنوك وهي تتبع الجمعيات، بعض الجمعيات المعينة، بينما لا يزال الفقير مش لاقي مكان يقعد فيه ومش لاقي لحمة ومش لاقي أكل ومش لاقي شرب. لو أموال الزكاة استثمرناها بالفعل في أصول ثابتة تدر الربح على الفقراء، أو في نقدا للفقير، أو في دعم بعض السلع الغذائية، أنا قلت قبل كده مرة إن ممكن لجنة الزكاة دي تشتري سمنة وتوزعها على المحتاجين، تشتري زيت وسمنة وسكر ولحمة وإلى آخره وتوزعها على المحتاجين زي التموين كده، زي ما الحكومة بتوزع تموين بالبطايق، يبقى فيه برضو حاجات لجنة الزكاة المختصة بتوزعها على الفقراء بالبطايق. الحاجة التانية إن الأزمة مش أزمة إمكانيات، الأزمة أزمة فكر. يعني لو أن العقول أعملت وتعبت واشتغلت والمسؤول نزل من المكتب المكيف وركب سيارته وذهب إلى هذه القرية، أعتقد أنه ممكن هذا التحرك يثمر شيئا للفقراء والمساكين. مش كفاية أن أقعد بس في المكتب وأصدر أوامري، لا، لازم أتحرك وأشوف الناس وأتفقد الناس وأحاول جاهدا حل مشاكل الناس. الحاجة الثالثة أن الدكتور جويلي بيقول أن يعني ينبغي أن نقضي على الكسل، والكسل ده شيء حقيقة يعني أصابنا في مقتل، لأن قد يكون الشاب النهاردة نفسه يشتغل بس هو بص للمستقبل، طب هشتغل وب 400 جنيه في الشهر وهحوش 400 كلهم في السنة، يبقى 4000 جنيه في العشر سنين، يبقى 40000 جنيه في المئة سنة، يبقى 400000 جنيه أهم يدوب يجيبوا شقة ويجيبوا عربية ويجوزوه بعد كام سنة، بعد 100 سنة. يعني لو حوش 10 سنين فقط، العشر سنين دولة هيبقى نتجتهم أو المبلغ اللي حوشوا فيهم 40000 جنيه، هيعملوا إيه ال 40000 جنيه النهاردة؟ والحديد ب 3000 وشوية داخل على 4000 جنيه، والطماطم وإنتوا عارفين الأسعار كويس قوي. فالكسل ده إما إن الشاب مش شايف أمل فبالتالي بقى كسول، وإما إن هو في طبعه أصلا كسول. على كل حال الكسل سلبية، إحنا بنلقي فيها مش سهم واحد، بنلقي فيها 100 سهم في هذا البرنامج. فاصل إعلاني وهنرجع لكم تاني. سم الإيمان انطغى، زلزل قلوب الكافرين. هذا البرنامج برعاية ترومان. أجهزة ترومان، التكنولوجيا الألمانية. ترومان قمة الإتقان. ريسيفر ترومان، تكييف ترومان، LCD ترومان، غسالة، شفاط، مايكروويف ترومان، TV، غلاية، مكواة، خلاط ترومان. ترومان قمة الإتقان. سم الإيمان انطغى، زلزل قلوب الكافرين. في برنامجنا سهم الرحمة أو السهم، في فقرة كده مسمينها سهم على الطريق. الحقيقة أنا وأسرة البرنامج ومعانا الإدارة قلنا برضو لازم يكون في برنامجنا في كل حلقة سلبية من السلبيات بنرصدها ونحاول نظهرها للناس ونشوف كيف تتحول هذه السلبية إلى إيجابية. سهم على الطريق كان موجود المرة دي على الطريق الدائري. وقفت بعربيتي شوية كده، عملت ان انا عطلان ومشغل الانتظار، وقلت اشوف مين هيعبرني ويقف ينجدني من الورطة اللي انا فيها. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. سم الايمان انطغى، زلزل قلوب الكافرين. والوعد لما صدى كان الصدوق كان الامين. مسلم وسهم الحق الكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق الكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماء. بقالي فترة واقف، محدش واقف إلا أنتوا. بشكركم جدا. تعرف عليك أحمد عاطف.
عمرو سمير. ازيك احمد؟ الحمد لله. سنه كام؟ ثالثه تخصص هندسه. اولا انا بشكرك جدا على الايجابيه اللي انت عملتها النهارده، وانت نموذج محترم لشاب محترم. ربنا يخليك. قول لي انت وقفت ليه؟ مفيش، احنا شفنا حضرتك كويس، قلنا ممكن يكون في مشكله او حضرتك مثلا عايز مساعده او ممكن نعمل حاجه، عندك حاجه نقدر يعني نساعد بيها، بس وقفنا عادي يعني. ايجابيه ممتازه منك يا حبيبي. ربنا يخليك. عمرو انت وقفت ليه؟ انت اللي كنت سايق العربيه، وقفت ليه؟ مين اللي قال لك اقف؟ ولا انت وقفت لوحدك ولا ايه اللي حصل؟ لا انا وقفت لوحدي عادي، لقيت حضرتك محتاج مساعده قلت لما اقف عادي. طب ساعات ناس ما بتقفش يا احمد يا عمرو، يعني بتبقى مش عارف مش بتقدرش تقف ليه، تفسر ده بايه؟ بتبقى خايفه مثلا تطلع مثلا حرامي، تطلع اي حاجه تاخد منه عربيه، تبقى خايفه. بس انا في عز النهار والدنيا صح يعني، ولو انا حرامي هيوقف اي حد؟ لا لا لا، في سرقه في عز النهار عادي. بس برضه وبرضه في سلبيه. في سلبيه الناس بقت تخاف مش زي الاول. تقولي للجماعه احنا عايزين نشجع الناس ان هم يقفوا جنب بعض ويكون في ايجابيه في المجتمع، تقولي للشباب ازاي يعني لو حد فاضي او ممكن يقدر يساعده ممكن يبقى، بس المشكله ان مساعدة الناس ما تقفش في فاضيه، واحد مش فاضي، واحد ما يبقاش عارف ايه قلقان في المنطقه فاضيه ولا بتاع، بس قولي لو حد يقدر يساعد يقدر يعني اكيد هيقف ان شاء الله. على كل حال انا بشكركم جدا على الايجابيه بتاعتكم، انتم نموذج محترم للشباب المحترمين، وربنا يكتر من امثالكم. ربنا يخليك. سم الايمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق. شفنا نموذج ايجابي وشفنا نماذج كتير سلبيه، بس نفسنا الناس كلها تكون ايجابيه وتعمل اللي عمله احمد وعمرو. سلموا سهم الحق، الحق على الكذب والشبهات، الجنه تبقى مصير. طب انا كنت واقف بتدلع يعني، واقف بمثل ان انا عطلان. طب ما ممكن يكون واحد واقف بالفعل عطلان، ممكن يكون العربيه دي فيها واحده مريضه، او فيها واحده بتولد، او فيها واحد مريض عاوز يروح مستشفى، او لا قدر الله في حادثه واحد واقع محتاج دم او محتاج يتنقل مستشفى فورا. يعني ازاي احنا بقى نعدي نعدي نعدي؟ احنا وقفنا بربع ساعه، شاورت في الربع ساعه يمكن ل 500 عربيه او 1000 عربيه، ما حدش وقف، احنا اختصرنا الفقره. لكن انا بقول لحضراتكم الناس اللي كل شويه يعني ماشيين على الطريق، لو واحد واقف يعني عطلان ما تاخدش المساله بسهوله كده وتعدي وتخاف تقول لي يمكن حرامي هيثبتني ويفتشني وياخد فلوس مني. ما تاخدش مش عشان فيه سلبيه او حد عمل مشكله مره نقيس المجتمع كله انه هيبقى حرامي ويعمل معايا المشكله دي، لا طبعا. انا عاوزك تقدر نفسك، انت واقف في الشارع عطلان ومعاك زوجتك مريضه او ابنك تعبان، وفي عرض واحد يقف ياخدك يوديك المستشفى ومحدش عاوز يقف لك، هيبقى احساسك ايه؟ دي سلبيه موجوده كتير جدا، وعلى فكره هتلاقوني كتير قوي على الطريق، يعني امشوا من يوم وجاي امشوا بصوا كده يمين وشمال هتلاقوني واقف لكم كتير قوي بشاور لكم، واللي هيقف هنحييه وهنشكره وهنقول له انت انسان ايجابي محترم، وعاوزين حضراتكم كلكم تبقوا محترمين. انا عارف ان انتم محترمين، بس تبقوا ايجابيين زي ما شفنا احمد وزي ما شفنا عمرو. احنا طبعا بنفكر حضراتكم ان احنا في فقره معانا مهمه قوي اسمها مصحف لكل بيت، احنا بنرد ردا عمليا في هذه الفقره على اللي حرقوا المصحف في امريكا. انتوا حرقتوا مصحف، احنا هنوزع مليون مصحف ان شاء الله. الاف المصاحف جات لنا الاستوديو، يعني ناس مستعده تجيبها لنا وتتبرع بيها، وفي كميه موجوده ان شاء الله، وفي كميه تانية جايه. اللي عاوز يساهم بكرتونة مصاحف، كرتونتين، 10 كراتين، 1000، 2000، 3000 مصحف واحد، العدد مفتوح، يجيبوا ليه يتصل بينا او يجيبوا هنا مقر القناه، وهنوزع المصاحف دي قدام حضراتكم قريه قريه، بنوزعها على اولادنا اللي بيحفظوا قران، بنشجعهم على الحفظ، بنقول لهم اللي هيحفظ فيكم القران كامل او يوصل لمستوى محترم في الحفظ، مستوى متقدم، ان شاء الله هيكون ليه يعني مكافاه قيمه جدا في برنامجنا. الفقره دي احنا بنرد فيها على اعداء المصحف، على اللي بيسيئوا الى كتاب الله عز وجل، ولكن رد عملي. المره اللي فاتت وزعنا مصاحف في عزبه نجيب، لسه لها قصه معانا هفكركم بيها كمان شويه. تعالوا نشوف المره دي عملنا ايه ووزعنا مصاحف على مين. قران كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفى. مستمرين مع حضراتكم في حملة مصحف لكل منزل، حملة قناة الرحمة العملية للرد العملي على اللي حرقوا المصحف في أمريكا. هنرد عليهم رد عملي بأننا نوزع مصحف لكل بيت في مصر،
على الفقراء، على أولادنا اللي نفسنا يكملوا حفظ القرآن، وأن ربنا عز وجل ينصر الأمة على أيديهم. إحنا قلنا لهم يا جماعة، يا أولادنا يا شبابنا يا بناتنا، اللي هيوصل فيكم لمستوى مميز في حفظ القرآن، مستوى متقدم، هيكون ليه جايزة قيمة جدا قد تصل إلى رحلة عمرة إن شاء الله تعالى. موافقين يا شباب؟ موافقين. مهما يوم حربه يهدي اللي مريته وبالإيمان يقوى. ارحمنا يا رحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قرآن كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفى له في البلوى. مهما يوم حربه يهدي اللي مريته وبالإيمان يقوى. ارحمنا يا رحمن. شفتوا حضراتكم المصاحف اللي وزعناها على أولادنا، ويمكن لاحظتوا أن أولادنا معظمهم فقراء. أنا مش عاوز أنسى أن أتقدم بالشكر الحقيقة للدكتور مدحت العدل اللي هو أهدانا كلمات التتر وكلمات هذه الأنشودة اللي بتشوفوها بتسمعوها في فاصل القرآن. وبرضو أشكر الأستاذ عمرو مصطفى اللي لحن وغنى هذه الأنشودة الجميلة اللي بنقدم بيها فقرة مصحف لكل بيت في كل حلقة إن شاء الله، جزاهما الله خيرا عن هذا المجهود. فاكرين عزبة نجيب؟ عزبة نجيب إحدى عزب أو قرى مركز بيبا محافظة بني سويف، بينها وبين بني سويف حوالي 17 كيلو تقريبا. قرية فقيرة جدا وفيها ناس حالتهم صعبة جدا، عرضناها على حضراتكم الحلقة الماضية. إيه اللي تم في عزبة نجيب أو إيه اللي هيتم في عزبة نجيب؟ في إجراءات فعلية هتتم قريب. إحنا إلى الآن بنجمع أسماء الناس اللي مستعدة تشارك في القافلة، وبعدين بنرتب إمتى هتتحرك القافلة، وهنعلن الحلقة القادمة إن شاء الله على موعد تحرك القافلة. واللي عاوز يساعد في عزبة نجيب هيجيلنا وهيقابلنا، أو يعني يكلم الإدارة ويشوف إيه الإمكانيات اللي ممكن يساعد بيها، وهنروح كلنا مع بعض، ما بنلمش تبرعات، كلنا مع بعض، اللي ما عنده عربية يجيبها واللي ما عندهش عربية هنجيب له إحنا عربية، وننزل هناك نوزع على الناس دولة. حوالي 120 أسرة فقيرة جداً، عايزين بقى بطاطين، عاوزين شنط، في ناس عايزة يبني لها بيت أو يتعمل لها سقف في البيت أو يدخل لها مية أو كهرباء، في ناس ممكن نجيب لها مثلا جاموسة، في واحدة ممكن نجيب لها أي حاجة، مكنة تريكو، يعني كل واحد يساعد بإمكانياته. المهم نقف جنب الناس دول. ليه إحنا مش مستعجلين بإن إحنا نروح؟
المساله بالنسبه لنا مش توك شو، مش شو اعلامي، مش ان احنا بقى حلقه النهارده العزبه تاني حلقه رحمه، لا ده مش منطق. احنا حلقه واثنين وثلاثه بنجمع الناس، الحلقه الرابعه او الثالثه بنروح نوزع على بحيث نجمع اكبر قدر، وبحيث تبقى الرحله مفيده ومثمره، ونبقى قدرنا بالفعل نعمل حاجه للناس دول. مش يا فرحتي كل حلقه نجيب عزبه جديده او ناس جداد ونطلع ده النهارده وده بكره وخلاص، وهي الناس بتتفرج وبتتاثر ونسيب الناس ونمشي. لا طبعا، الهدف في برنامجنا ان احنا نقدم حاجه بالفعل. وانا بشكر جدا مش نفاقا فضيله الشيخ محمد حسان، الحقيقه قابلته هنا في الاستوديو من حوالي كام يوم بعد برنامج التفسير تقريبا، قال لي يعني كافه القناه مسخره للبرنامج ده، ثم اقسم بالله في برنامج الفتاوى، اسف، اقسم بالله ان هذه القناه ما انشئت الا لهذا الغرض، ان احنا نوصل الحاجه للمحتاجين او المساعده للمحتاجين بالفعل. ونفس الكلام ده قاله لي في بدايه البرنامج لما حبينا نفكر في البرنامج وعرضت فكره البرنامج على الاستاذ محمود حسان، قال لي نفس الكلام ده، ان هذه القناه معموله للفقراء. فعشان كده احنا ما استعجلناش ورحنا عزبه نجيب، احنا متانيين. برضو اللي عاوز يساهم في القافلة يبعت رسالة SMS على القناة يقول أنا مستعد أساهم بشنطة باتنين بمصحف، أساهم بفلوس، أساهم بكذا، وهقابلكم كلكم ونروح مع بعض كلنا من غير ما ناخد فلوس في إيدينا ولا نلم تبرعات. الحاجة التانية، اللي عنده عزبة بقى فقيرة أو قرية فقيرة أو حالة مرضية في قرية ما أو قرية بنفس مواصفات عزبة نجيب ديت، يبعت برضو رسالة على القناة يقول قرية كذا، قرية فقيرة ومحتاجة، واسمه ورقم تليفونه. احنا هننزل نشوف القرية بالفعل، لو فعلا محتاجة هنصور فيها وبرضو نقدم لها المساعدة زي عزبة نجيب. ليه احنا بنقول ابعت رسالة؟ عشان نكسب فلوس؟ طبعا لا، الغرض هو ايه؟ ان انا او البرنامج او الناس اللي معايا في البرنامج صعب اننا نرد على الالاف اللي هيتصلوا، فبالتالي هيبقى اتصالهم زي عدمه. لكن احنا عاوزين يبعت رسالة، الرسالة مكتوبة في ورقة بتجيلنا، بنقعد بنتصل بيهم واحد بعد واحد، بنشوف الاكثر فقرا ونروح له ندرس حالته ونطلعه على الهواء مع حضراتكم، وبرضه نعمل قافله نجمعها في اسبوع واثنين وثلاثه، ونروح نقدم المساعده ونصور المساعده على الهواء، بحيث اللي عمل حاجه يبقى شاف، او اللي قدم حاجه يبقى شاف مجهوده وراح فين والمين بمنتهى المصداقيه. ما تيجوا نفكركم باللي حصل في عزبه نجيب اللي احنا هنعلن عنها او عن ميعاد القافله الاسبوع القادم ان شاء الله. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في عزبه نجيب ونرجع لكم تاني. سمي الايمان انطلع زلزل قلوب الكافرين،
زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق. ديت بعض النماذج من البيوت اللي في عزبة نجيب اللي احنا ناويين ان شاء الله نروح نساعدها. بقول لحضراتكم تاني، اللي عاوز يساعد او يحضر القافلة او يبعت مساعدات للقافلة يبعت اس ام اس على ارقام بلده اللي تظهر على الشاشه، واحنا مش مستعجلين لحد ما نجمع اكبر عدد عشان نروح بما ينفع هذه القريه. الارقام موجوده على الشاشه على طول. طبعا في مسابقه احنا عملناها في هذا البرنامج، وهي مسابقه سهمك عالي. سهمك عالي كان في سؤال الاسبوع الماضي قلنا لحضراتكم وقلنا ابعتوا رسائل تحلوا السؤال واللي هيكسب هنديله جايزه في هذا البرنامج. بعت حوالي 2550 واحد بعتوا رسائل بالاجابه على السؤال. السؤال كان بيقول في تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه رضي الله عنها وعمره كان 15 سنه ولا 25 سنه ولا 35 سنة. طبعا الفائزين كتير، الإجابة الصحيحة هي 25 سنة. بعت لنا 2550 واحد. هنسحب ازاي؟ معنا اتصال تليفوني هو اللي هيحدد الرقم ويقول رقم كام هو اللي سهمه عالي النهاردة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ رمضان من ليبيا، أهلا وسهلا. أيوة أهلا وسهلا بك سهل. النهاردة أنت هتقول رقم من 2550 رقم معانا، هتقول رقم، الرقم ده هيبقى صاحب هذا الرقم هو اللي سهمه عالي. أستاذ رمضان. يا دكتور اتفضل. انا مش متصل على البرنامج هذا. انا مش سامع. انا مش متصل على يبدو ان هو كان متصل على فتوى او حاجه زي كده فدخل لنا. على كل حال هنستقبل اتصالكم تاني وهنخلي واحد من المتصلين هو اللي يختار الارقام، رقم من الارقام اللي معانا. انا بعمل كده عشان يبقى فيه مصداقيه تامه. اللي هيكسب هيبقى جايزته 500 جنيه مقدمة من شركة الخضر والعسيري، الخضر والعسيري، الحاج محسن خضر والأستاذ عبدالله العسيري للتجارة العامة بستة أكتوبر. هم اللي مقدمين، جزاهم الله خيرا، مقدمين الجائزة 500 جنيه أسبوعيا للفائز، شركة الخضر، الخضر والعسيري. واحد هيتصل يقول لنا رقم كامل الفائز، مين اللي سهمه عالي النهاردة من 2550 واحد بعت رسائل، مين في ال 2550 اللي سهمه عالي النهارده وهيكسب 500 جنيه مقدمه من شركه الخضر والعسيري ب 6 اكتوبر. اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ مين يا فندم؟ سلامه معاك يا دكتور. استاذ سلامه، ازي حضرتك؟ الله يخليك. الله يكرمك، الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. انا كلمت دكتور مظهر شاهين. انا مظهر معاك. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ازيك يا استاذ سلامه؟ حضرتك اللي اتصلت بيا عامه يا دكتور النهارده؟ لا، من كام يوم وبعت لك انا رساله على سهم الرحمه. انت مستعد تساعد في القافله؟ معلش انا ما اتصلتش بيك تاني لان احنا لسه في الاداره هنا زي ما انا قلت من شويه بنحدد امتى هنطلع وهيبقى التواصل ازاي. عشان كده ما اتصلتش بيك تاني. انا بس لما نرتب هتصل بيك تاني. ماشي يا دكتور، انا تحت امرك في اي وقت. بس انا موضوع السؤال اللي حضرتك بتجي عنه ده، انا دلوقتي كنت عايز، انا مجاوب يعني، عارف اسئله السؤال بس. انت بعت الاجابه في اس ام اس؟ لا، ما عرفتش الرقم اللي حضرتك عليه. لا، الارقام على الشاشه، كل واحد يشوف رقم بلده على الشاشه ويبعت. قول لي بقى، انا عايزك تختار رقم من 2550 رقم. اختار رقم كده يا استاذ سلامه. اختار رقم؟ 2550. اخر حاجه؟ ان شاء الله. اخر رقم؟ ان شاء الله. طب ورونا يا جماعه 2550 من صاحب هذا الرقم اللي هيفوز معانا ب 500 جنيه النهارده في سهمك عالي. مين اللي سهمه عالي يا جماعه؟ الارقام اهيت يا جماعه على الشاشه. يا ترى مين اللي سهمه عالي النهارده وهيكسب 500 جنيه في قناه الرحمه في برنامج السهم على الهواء مباشره؟ هنقول اسمه ونفرحه ونبشره. انزل 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 كمان كمان. مين اخر واحد سعيد الحظ النهارده اللي ربنا هيكرمه معانا وسهمه عالي؟ طبعا اخواننا على الشاشه شايفين، الاستاذ عبد الفتاح سعد محمد. الاستاذ عبد الفتاح سعد محمد، بنبارك لك يا استاذ عبد الفتاح. مش كاتب اسم بلد ولا حاجه؟ استاذ عبد الفتاح سعد محمد هو اللي النهارده سهمه عالي معانا، كسب 500 جنيه من شركه الخضر والعسيري للتجاره العامه ب 6 اكتوبر، وبنبارك له مبروك. وطبعا اتصل بينا بقى في اداره القناه عشان تتواصل معانا وتيجي ان شاء الله الجمعه الجايه، هم يرتبوا مع حضرتك علشان تيجي الجمعه الجايه تكسب في برنامجنا وهنسلمك الجائزه على الهواء مباشره. في بقى معانا سؤال النهارده
اللي حضراتكم هتبعتوا الإجابة عليه طول الأسبوع لحد الجمعة الجاية. في سهمك عالي. في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عام الفيل ولا في عام الحزن ولا في عام الرمادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل ولا عام الحزن ولا عام الرمادة؟ ابعتوا رسائل بالإجابة على السؤال، اسمك وتليفونك طول الأسبوع على رقم بلدك. إن شاء الله الجمعة الجاية هنعلن اسمك من الفائزين بإذن الله تعالى. وعلى الأستاذ عبد الفتاح، تاني كده الاسم أستاذ هاني، الأستاذ فتاح، أستاذ عبد الفتاح سعد محمد، هو اللي فائز النهاردة بسهمك عالي 500 جنيه. عليه أن يتواصل مع الإدارة أو الإدارة تتصل به علشان تقول له يحضر الجمعة الجاية ونحاول. تليفونه مغلق دلوقتي، كان نسينا نتواصل معاه. طيب احنا بنفكر حضراتكم، اللي عاوز يشترك في القافلة يبعت رسالة على القناة يقول أنا عاوز أشارك في قافلة الرحمة، أو يتواصل مع إدارة القناة عموما، مع الإدارة. والجمعة الجاية هقولها لحضراتكم على موعد القافلة هيكون إمتى، وهنروح مع بعض كلنا، وما عندناش أدنى مانع نتواصل مع المسؤولين تحت رعاية المسؤولين. احنا مش مهم زي ما الشيخ حسان ربنا يكرمه قال، مش مهم مين اللي يرفع الراية، مظهر اللي يتقدم ولا محمد ولا الأستاذ هاني، مش مهم مين يرفع الراية، المهم إن الراية ترفع. الأستاذ محمود حسان قال احنا مش مشكلة ان يتذكر اسم قناة الرحمة، ولا مين يمشي قدام، ولا مين يمسك الظرف، ولا مين يقدم الشنطة، ولا مين يتصور، ومين ما يطلعش ومين يطلع، المهم ان الحاجة بالفعل توصل للي محتاجها، للي يستحقها. واحنا هيكون مصورين الموضوع وكل حاجة على وضوح بمنتهى الشفافية. السهم بتاعنا واضح وصريح، ومعانا الأستاذ عبد الفتاح سعد الفائز رقم 2550. أستاذ عبد الفتاح أهلا بيك. أستاذ عبد الفتاح. أيوة دكتور. ألف مبروك، سهمك عالي النهاردة. الله يكرمك. قول لي منين، قول لي منين، من أي البلاد؟ من اسكندرية. اسكندرية أحسن ناس، اسكندرانية ناس محترمين ورجالة كلهم. مبروك على جايزتك النهاردة 500 جنيه في برنامج السهم، سهمك عالي النهاردة، ألف مبروك. الله يكرمك يا دكتور، احنا والله اتشرفنا حضرتك. مقدمة من شركة الخضر والعسيري، الحاج محسن خضر والأستاذ عبد الله العسيري، شركة الخضر والعسيري للتجارة العامة ب 6 أكتوبر أمام مسجد الحصري. أنا عاوز أسألك سؤال، مين اللي جاوب السؤال الصعب ده؟ هو سؤال مش صعب ولا حاجة يا دكتور، مين اللي جاوبه، أنت ولا ولادك ولا مراتك ولا مين؟ لا أنا اللي جاوبته. وبعته من تليفونك؟ ألف ما هتعمل بال 500 جنيه ايه؟ ناوي تعمل ايه بال 500 جنيه؟ انا ان شاء الله ناوي باذن الله يعني اقسمهم بين قناه الحكمه وقناه الرحمه في حمله المصحف. الله جميل، يعني لحمله المصحف، يعني هتساهم في برنامج السهم. ده احنا اللي ساهمين عالي بقى، مش انت اللي ساهمك عالي. ربنا يبارك لك، نتواصل معاك الجمعه الجايه ان شاء الله في برنامج السهم. هتلاقوا فقرات جديده وغريبه واول مره تشوفوها، هدفنا منها نساعد الفقراء ونعالج السلبيات. اشوفكم الجمعه الجايه على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسيت حاجه مهمه قوي، اسالكم الدعاء للشيخ مقدام الحضري لانه تعبان ومريض، كان عامل حادثه ربنا يشفيه. اسالكم الدعاء له بالشفاء، وان يرده الله عز وجل الى العافيه ردا جميلا، وان يعود الى اهله فرحا مسرورا بالصحه والعافيه ان شاء الله تعالى. اترككم في حفظ الله وامنه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سم الإيمان انطلق، زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق صدق، كان الصدوق كان الأمين كان الأمين. مسلم وسهم الحق الحق، عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق الحق، عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات.